سلام عليك على حياكم الله. في وطني تشرق الشمس من أربع جهات، مرة من جهة الحرية لتعانق رايات النصر بسماء، ومرة تشرق من جباه أهله ومواطني اللي يفدون بدمائهم ويقدمون لأجل الأرواح وترخص لأجل كل الدنيا، ومرة تشرق من دروب العلم من مدارسه وجامعاته اللي تمثل منارات العلم والتكنولوجيا حتى يكون وطني أجمل وأروع ويمشي بدروب التطور والتقدم، ومرة تشرق من عيون الفلاحين اللي يكدحون بحراثة أرضه وزراعتها حتى ينتجون أجود الثمار. كل معاني العزة والإباء تتجلى بوطني، فهو موطن الرجال اللي يذودون عنه ويحمون الحمى ويعينون الضعيف وينصرون المظلوم ويغيثون الملهوف ويبنون بسواعدهم ويساهدون بمحضته وبناءه. منهم طبيب والمهندس والمعلم ورجل الاقتصاد ورجل الأمن والعامل والكادح. فالوطن لا يكون إلا بأبنائه لأنهم منه وامتداداً إليه. حياكم الله في حديث بغداد.